مرحبا بكم مشاهدينا الكرام. بن سديرة يتوقع إنهاء مهام وزير الداخلية كمال بلجود لأنه ضالع في تحقيقات أمنية رفيعة المستوى في قضية رجل الأعمال المقبوض عليه المسمى عمر بن عبد الله أحد أصدقاء الجنرال الهارب غالي بلقصير وأحد شركائه السابقين في الفساد ونهب المال العام. ويتوقع بن سديرة كشف أسماء أخرى لمسؤولين ساميين في الدولة متورطين كذلك في قضية هذا رجل الأعمال عمر بن عبد الله. لنتابع المزيد من التفاصيل مع بن سديرة وبعدها سنعود إليكم. يتكلم ويستغل بعض المعلومات اللي فيها جزء من الحقيقة، نعم، ويضخمها. يقولك هناك صراع وراح تسمعوا في قادم الأيام، كاين تغيير حكومي، كاين وزير الزيت، يقصد في وزير التجارة الزيد، وكاين وزير الخارجية العمامرة ثاني راح يخرجوه، وكاين وزير الداخلية عنده قضية تاع فساد مع واسمه عمر بن عبد الله رجل أعمال المرقي العقاري، وهو يسميه بن جوج. نقول له يا ديناصور يا المنتن يا الحركي بن الحركي، اللي يعطوك المعلومات تقول يعطوك معلومات صحيحة. وزير الداخلية اسمه بلجود، كمال بلجود، بلجود اد 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 د د د د د د د بلجود د د د، مش بلجوج. يعني انت يا شو نقولوا بغل او حلو يا حلو، انت ما تعرفش وزير الخارجية نتاع الدولة الجزائرية وتقول ندافع عن الجزائر؟ اولا انت ضابط سابق وصحافي سواديزون كما يقول قايد صالح، ورئيس تحرير مجلة الجيش، ومدير نشر مون جورنال وجريدتي، وزير الداخلية، وزير الداخلية ما تعرفش اسمها، وجاي تعلفي في فمك ودير تحليل سياسي. وزير الداخلية ما اسموش بالجوج، اسمه بالجود، بالجود كمان مش بالجوج. اذا صحح معلوماتك، لانه ممكن اللي عطاو لك المعلومه غلطوك، شافوك بغل، عطاو لك ورقه قالوا لك بالجوج، تقريتها بالجوج لانك بغل ما تبحثش، وممكن يغلطوك في اسم غير معروف. قال واحد مش عارفنا اسم غير معروف، يعني سياسي او اعلامي او حتى مش عارفنا عسكري، تغلط في اسمه مقبول كوزير داخليه. يدخل جوجل يا بغل، اضرب في الشيخ جوجل قول وزير داخلية الجزائري يقول لك اسمه كمال بلجود مش كمال بلجوج، بلجود. اذا بخصوص كمال بلجوج كما يقول خنزير باريس سموه بلجوج، دركا نولوا سموه بلجوج. قول كمال مبروك عليك الاسم الجديد كمال بلجوج، وزير الداخليه من اليوم سموه بلجوج لانه خنزير باريس خرج له اسم جديد بلجوج. كمال بلجوج للاسف الشديد، نعم، اسمه ضالع في تحقيقات أمنية رفيعة المستوى بخصوص رجل أعمال المرقي العقاري عمر أو عمر بن عبد الله. عمر بن عبد الله هذا مرقي عقاري ومن أقرب المقربين إلى بلقصير، كان مع بلقصير، كان يخدم معاه بلقصير، يجيب له لي زافار، يجيب له لوتير، هاي يجيب له مش عارف مع وزارات كذا من يخدم معاه كريديت شيبا تاعو. وبعد تنحية بلقصير بقات العلاقة ما بين بن عبد الله وبلقصير، وبقى يسافر معاه وصوروهم أكثر من مرة في إسبانيا. أنا عندي صورة لبلقصير مع بن عبد الله في مطار برشلونة في إسبانيا، نظن نشرتها في وقت سابق، نسيت باش ننشرها الآن. موجود صور مع بعض في باريس في برشلونة في كذا. لما تم إلقاء القبض عليه، وأنا تكلمت عليه نظن بالأمس ولا أول أمس، في التحقيقات القضائية تم ذكر وزير الداخلية. وأنا تكلمت أول أمس قلت لكم أنهم مسؤولين في هرم السلطة. أنا تكلمت وكنت نقصد في وزير الداخلية ومسؤولين آخرين. نعم. مادام خزير باريس الخونة سربوا له الاسم باللي بالجود، أنا نقول لكم نعم. بالجود مذكور في التحقيقات لدى مصالح الأمن بخصوص قضية ما يسمى ببن عبد الله، وفيه أسماء أخرى
ستظهر في قادم الأيام. من المتوقع أن يكون قرار إنهاء مهام وزير الداخلية ممكن غدا. يتم الإعلان في بيان خاص على أن رئيس الجمهورية أنهى مهام وزير الداخلية للاعتبارات التالية. طبعا البيان لن يذكر، لكن أنا متوقع أنه سيتم إنهاء وزير الداخلية، إنهاء مهام وزير الداخلية، نظرا لظروع اسمه في تحقيقات حتى تكون التحقيقات مستقلة وبعيد عن أي ضغوطات، وحتى نعطوا استقلالية للقضاء مثل ما نطالب دائما ونريد ونتمنى. بات من الضروري إبعاد وزير الداخلية اللي عليه شبهات وعليه حديث وعليه اتهامات كثيرة، إبعاده واستمرار التحقيق. إذا ظهر أنه بريء سيعاد رد الاعتبار له في أي منصب، ما يمشي وزير الداخلية أو رئيس حكومة، ممكن تحقيقات رائغة، لكن لشفافية التحقيق بات من الضروري يعني إبعاد وزير الداخلية عن المسؤول، وهذا أعتبر أنه إجراء قانوني ومنطقي وموضوعي يؤسس لدولة العدل اللي رانا نتمنوا، دولة تسود فيها العدالة ما بين كل فئات المجتمع مهما كانت مناصبهم مهما كانت مسؤوليتهم. إذن مشاهدينا الكرام، كما سمعنا فمن المتوقع إنهاء مهام وزير الداخلية كمال بلجود الذي تم ذكر اسمه في قضية رجل الأعمال الفاسد غمار بن عبد الله صديق وشريك الجنرال الهارب غالب القصير. وكما قال بن سديرة، فمن المتوقع إنهاء مهام وزير الداخلية في الأيام القادمة لتسهيل عملية التحقيق في قضية هذا عمر بن عبد الله، وإعطاء حرية أكبر للمحققين والقضاة في التعامل وتسيير القضية. ويأتي هذا بعد المساعي التي تبذلها جهات عليا في مكافحة الفساد ومتابعة وجلد الفاسدين وناهبي المال العام. إلى اللقاء.